حاليا أنا موجود في الحي المتميز في مدينة بدر، أقرب الأحياء للعاصمة الإدارية الجديدة. أهو شايفين العمارة اللي قدام حضرتك دي، فيها شقق للبيع. معانا شقة أول بلكونة موجودة دي، إحنا موجودين على جاردن كبيرة مساحتها تقريبا 3 فدادين. طبعا كل المساحة الفاضية اللي قدام حضرتك دي كلها هتكون مسطح أخضر إن شاء الله تعالى. المسافة بينك وبين أقرب الجيران قدامك في وشك على طول تقريبا 100 متر. العمارة مش مجروحة خالص، استلام فوري، فيها عداد كهرباء وعداد مية. هنطلع فوق ونشوف الدنيا على الطبيعة دلوقتي. العمارة زي ما قلت لحضراتكم مسلمة للجهاز، مفيش عليها أي مخالفات أو أي فلوس متأخرة. نطلع فوق كده ونشوف الدنيا على الطبيعة. زي ما حضراتكم شايفين الشقة تعتبر بنسبة كبيرة خلصانة في التشطيبات. معانا سيراميك في الأرضيات، راكب لها شبابيك الألموتال، سقف جبس موجود. ده كده الريسبشن اللي احنا موجودين فيه قطعتين. احنا موجودين على الجارد المباشر، ده الفيو بتاعنا من فوق. من هنا لو حضرتك شايفين المكان بسم الله ما شاء الله كويس جدا. احنا قريبين خالص من طريق السويس، وقريبين من طريق الروبيكي، قريبين من العاصمة الإدارية الجديدة. الشقة 145 متر، 3 غرف وحمامين ومطبخ وريسبشن قطعتين. ده كده الريسبشن زي ما حضرتك شايفين. معانا مطبخ طبعا مأسسين كهربا وسباكة. في حلو خشب، ده كده حمام الضيوف. دي أوضة النوم ودي الأوضة التانية. طبعا كله الجبس معمول فيه، في حلو خشب موجودة. دي الغرفة الماستر بالحمام بتاعها زي ما حضراتكم شايفين. الشقة يعني محتاجة بعض المصاريف الخفيفة، يعني محتاجة سكينتين معجون والوش الدهان الأخير، والشقة بإذن الله تكون جاهزة للسكن. المسافة بيننا وبين الجار هنا 7 متر زي ما حضراتكم شايفين، وبيننا وبين الجار الجانبي هنا تقريبا 5 متر. يبقوا معانا الشقة هنا 3 أرباع تشطيب، أو يعتبر ناقص حاجة بسيطة خالص في التشطيب بتاعها. 3 غرف حمامين ومطبخ وريسبشن قطعتين. نتكلم في مساحة 145 متر على حديقة دايركت مباشر على طول، مش تاني نمرة أو في ظهر الحديقة، لا احنا في وش الحديقة على طول. بنتكلم في سعر الشقة جاهزة للاستلام الفوري بالعداد الكهرباء بتاعها بدون أي مشاكل خالص. بنتكلم في 1,570,000، 1,570,000 جنيه كاش، 1,570,000 جنيه كاش. ده الشكل العام للمكان عشان الناس تبقى عارفة احنا بنتكلم في ايه.